أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى تفاصيل آخر نشراتنا المحلية لنهار اليوم. البداية ستكون بيشان يلمني. تمكنت فرقة الدرك الوطنية التابعة لدائرة بوقادير بولاية شلف من حجز أكثر من 330 ألف قارورة خمر من مختلف الأحجام و144 برميل معبأ بسعة 50 لتر لكل برميل. إذن الكمية كانت محملة على متن شاحنات متجهة إلى ولاية تيزي وزو والجزائر العاصمة بدون رخصة. رشيد مشورب. حجز 330 ألف قارورة من المشروبات الكحولية من مختلف الأحجام و144 برميل معبأ بالمشروبات الكحولية سعة 50 لتر لكل برميل، يعني بمجموع 7200 لتر. كانت هذه البضاعة محملة على متن 6 شاحنات من وزن الثقيل. السلعة المحجوزة كانت متجهة نحو الجزائر العاصمة وولاية تيزي وزو من أجل البيع بدون رخصة. العملية أسفرت كذلك عن حجز 6 شاحنات، إيقاف 6 أشخاص. إلى موضوع آخر، حذرت رئيسة مصلحة التجارب في المحطة الجهوية لوقاية النباتات بيطارف من خطر الاستعمال غير العقلاني للمبيدات والأدوية الفلاحية على محصول الطماطم. إذا ودعت كذلك إلى اتباع استراتيجية المتابعة المتكاملة واستعمال المبيدات بعقلانية واحترام الفترة ما قبل الجني. المشكل تاع لي ريزيديو تاع لي بيستيسيد، يوم يروح يداوي وغدوه يجني، وشكون هو يعني فريمون اللي يتقاس الاول؟ هو الفلاح وعائله تاعو لو كونسوماتور. ضروره يعني الاستعمال بطريقه عقلانيه واحترام المقدار، احترام المجال بين العلاج الاول والثاني، وكذلك الاحترام لو ديلي افون ريكولت. تو سا يعني هذا كل يعني نحاولوا ديما نحثوا على يعني نصيحه الفلاح بتطبيق كل هذه النصائح. إلى سيدي بلعباس، تعيش العديد من العائلات داخل سكنات مهددة بالانهيار في وضعية أقل ما يقال عنها أنها كارثية، وضع جعل من هذه العائلات ترفع استغاثة عاجلة لإيجاد حل لها. سارة للي. والحالة هذه الناس وصلونا لها، هاد الناس اللي عندهم الحانوت هنايا وصلونا راهم ملصق لنا بيليات، واللي نجيبه يصنع يقول لي ما نصنع لكش، لو كان نقلع حد البيليات غادي يطيحي. حتى الخبير اللي خرجته قال لي مادام راكي محطوطة في الريسك غادي تموتي انت وولادك، مادامك راكي قاعدة في هاد الدار غادي تموتي. ولات كي تجي النو تصب النو ويجي الرعد نقول هنا مت انا وليداتي. كما تعاني العديد من العائلات بحي كنستال في وهران من مشكلة السكن بسبب مستثمر يحاول إخراج هذه العائلات بقوة من مساكنهم حسب تصريحاتهم، رغم امتلاكهم لكل الأوراق التي تثبت أحقيتهم في الملكية، وهي تطالب بتسوية الوضعية من طرف السلطات المحلية. ميكروفون سارة فرندي. انا اللي ما فهمتهاش انايا كيفاش مديريه السير العقاري تسوي الوضعيه الانسان وهو مشي شاغل الامكينه. القانون الاساسي تاع لوبيجي القانون الاساسي يقول لك شاغل الامكينه، انت من تروح لوبيجي يقول لك انا ما خاطيني عندك تنازل. ايه بصح تنازل صابريا ندير تنازل، حقيقة أنا بالك بني عمي داروا لهذا الإنسان تنازل. بصح مديرية التسميه العقاري عندها تحقيق تقوم به قبل ما تسوي الوضعية الإنسان. احنا نشغلوا المكان من 74 الأب تاعي شغل هنا المكان، لقيناهم مزورين لنا وثائق تاع هذا السكن، وهذا السكن كما نقولوا كبير. الله غالب اختي راكي تشوفي قيم، طالبين يسولنا وضعيتنا.
نبقى دائما في قطاع سكان خرج سكان البيوت الفوضويه بحي القمر بتمنراست، خرجوا اذا في وقفه احتجاجيه امام مقر الولايه بعد ان تم تهديم سكنتهم الفوضويه ليطالبوا باعاده اسكانهم، واسور ارسلها الزميل عبد الرزاق حجي. اجتماعيا تعيش فاطمة وضعا صعبا، فهي تبيت في الشوارع بعدما دفعتها الحاجة والفقر للتسول بأزقة مدينة عين تيموشنت قصد توفير لقمة عيش لابنها إبراهيم. كمال بوعزابيد وشهنا سيسوي. التسول تجارة اتخذها بعض الأولياء فرصة لكسب المال على حساب رضعهم وأطفالهم، ففي وقت أصبح التسول بالبراءة إحدى حيل وطرق بعض المتسولين لاستمالة قلوب المواطنين ووسيلة للربح السريع. هذه الظاهرة تاع الدراري الصغار، بون الدراري الصغار سون ديزونيسون مساكين هما ما علاه. دروك حنا اللي كنحوسوا على هاد الناس اللي راهم يمانيبيلوهم، يجيبوا الدراري الصغار ويطلبوا بهم كوم كواب اللي ما عندهم شو كاع. جو بونس كو هاد سوالا غير مسرحية خويا غير كد. سمعتني باسكو اللي يبغي على ولده وما يقدش يدير له هاكا، يمرمد فيه في الحمال في البرد في المشتى في النو، يخافوا عليهم خويا. وامام هذه المعطيات الصعبه طرقت هذه المتسوله باب الشارع رفقه ابنها ابراهيم، ووجدت التسول مهنه لها تذر منها مصاريف يومياتها ويوميات ابنها خوفا عليه من الضياع. برا نصوم برا كلش راني برا، كرهت برا ندخل كل اللي نرقد. وريك باغي نكبر ولدي ما عنديش واش نقد نفوته معايا، وفيه الناس مدوا لي كي كان صغير ما قديتش نمد ولدي. شحال من وحده اللي جات هنا وقلت لها انت شكون تقولي لي، ومام الناس يقول هذه ما تمدش ولدها ولدي كما قال لك واحد، وباش ما كان راني مكبراته باش ما كان راني زعما نطلب ونلبس له. في العيد يجا عاونوني هما ديجا صحاب لافار شراو له القاش وجابوا لي تال النوتير. تنامي ظاهرة التسول بالأطفال بعين تيموشنت في الآونة الأخيرة أضحت تشكل إلى جانب ظواهر أخرى علامات دالة على معضلة الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية التي باتت تهدد الآفاق التنموية للولاية. في سياق مغاير، نظمت قبيلة دوي منيع بولاية بجار تظاهرة بمناسبة الذكرى 146 لمعركة مقطع رومي بمنطقة مضربين، والمعركة اتحدت فيها جميع قبائل المنطقة ضد المستعمر الفرنسي آنذاك، وكبدت هذه المعركة خسائر كبيرة في صفوف المستعمر. مهدي بوشتا. نحيي هذه الذكرى أو الذكرى 146 لغزوة الجنرال وينفن على واد قير، مشاركة منا في إحياء التاريخ، تاريخ المنطقة وتاريخ الجزائر بصفة عامة. أشكر كل من ساهم في تنظيم هذه التظاهرة التي تذكرنا بمعركة مقطع الرومي، واللي هي من المعارك التاريخية في المنطقة، واللي تشرف يعني مجاهدي الجنوب الغربي وخاصة قبيلة دوي منيع التي تقطن بهذه المناطق. يعد طبق البركوكس بالأعشاش البرية ميزة فصل الربيع، والذي يعتبر من بين أبرز عادات وتقاليد العائلات التلمسانية. السيدة يمينة تبر أو استقبلتنا في بيتها لتورينا طريقة تحضير هذا الطبق التقليدي. فاطمة زهراء جوال وشاهين نزيسوي. طبق البركوكس بالأعشاب البرية من أشهر أطباق فصل الربيع والأكلة المفضلة لدى العائلة السنوسية بتلمسان، حيث لا تزال المرأة الريفية بقبائل بني سنوس متمسكة بعاداتها وتقاليدها وتعكف على إعداد هذا الطبق بنفسها. بادية فيها العمل شقة بالبزاف، والحمد لله ما احنا نشوفه ويطيبوك شعل النار. البركوكس تبركشاتها بيدها بالاعشاب، دارت اللحم تاعها على النار، طيبت شويه لنا اللحم على النار، الخبز على النار، كل شيء على النار الحمد لله. غادي نديروا الزيت. الحلحال، الزعتر، الحلبه والعرعر هي نباتات طبيعيه تستعملها الخاله يمينة في اعداد طبق البركوكس، وهي تردد مقولات شعبيه واغاني فولكلوريه من ثقافه وتاريخ المنطقه المتوارث. ما دامت الدنيا قشر التشين الليم البسباس تعاون بزاف. زيت زيتون ثاني زيتون نتاعهم تاع المنطقه يديوها للمطحانات، تعاون راجلها تدير يجمعوا داك الزيتون، هي تمشي معاه ويجمعوه ويرفدوا يديوها للمطحنه التقليديه، يعصروه الزيت ويجيبوه تقريبا يطيبوه بالكل شيء بيو كما يقولوا، كل شيء طبيعي.
هي عادات صحية وأطباق شهية لا تزال تحضرها العائلة السنوسية وتحافظ عليها بنكهتها العريقة الأصيلة. هذا مشاهدينا نصل إلى ختام النشرة المحلية، تقبلوا تحياتي وتحيات كل الطاقم العامل معي، في أمان الله.